من يوتيوب نشاهد هذا الفيديو للبرلماني يحيى القاضي يتحدث أمام مجلس النواب في صنعاء عن عمليات النهب والتعسفات وهتك الأعراض التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق سكان منطقة صرف في مديرية بني حشيش. النقطة الثانية يا سيدي صرف. اليوم 10 أيام والحمل فوقهم، هتكت أعراضهم، دخلت بيوتهم، قتلتهم، نهبت ما معاهم، وكأنهم إسرائيل في الوسط اليمني بسبب الأراضي. عليهم مظلومية بنهب الأراضي من أبو حيدر جحا لا الداخلية لا كل مكان كسارات غيرها نهب. والآن ولا حد يحرك ساكن ولا تعنوا العدوان بيتمدح بالكلام وتحدث في القنوات وإحنا ساكتين. لا حد أوقف ولا حد أوقف وزارة الداخلية بالتعسفات على المواطنين كبره نهب هتك أعراض. انعد لنا أريد من الأخ رئيس المجلس مخاطبة الداخلية لإيقاف الحمل وتشكيل لجنة يبصروا مظلومية أهل صرف لا يقولوا شو قتل والعسكر لأن نهب أراضيهم دائم في كل مكان بآلاف اللبن 10 آلاف اللبن وهم بيحتقوا أعراضهم لليوم. هذا النقطة الأولى. الثانية الهيئة العامة للزكاة وتفرض الخمس ركاز على قلابات النيزة والكسارة اخرج للخامس مثل حتى تشكل لنفسك إذا كنت بتقول إني بالركاز. الركاز وهو الخمس ومن باطن الأرض مش من على الأرض. والمفتي يفتي بما شاء لا مع الذمة ولا مع شيء. مفتي الجمهورية بيفتي بما أرادوا. والعام بيجنوا قلنا لهم في الزكاة خذوا ما بياخذ صاحب الجبل. انا بعيد سار مستاجر من صاحب الجبل ومعي رهق كم ما بين خذ منك من صاحب السار خذ منا الخمس. قالوا ابدا نشتي 150 على كل مت على اساس على القاطره 12500 وبيدخل 1000 قاطره يعني 1000 قلب 6 يعني يشتي 25 او 30 مليون في اليوم وهذا بترتفع على المواطن. النيش الكري الحجارة وغطوها الماء وبعض